شوف مستقبلك يا مروان. امال ايه يعني اللي حصل؟ كانت لسه بتكلمني امبارح. اديك قلت كانت بتكلمك امبارح والنهارده اتخطبت. تلاقيها بس ما كانتش مالي ايديها من العريس. شوف مستقبلك يا مروان. همني دول ستات قادره. يعني كل اللي بينا ده كان وهم. معلش يا صاحبي، بكره ان شاء الله هتبقى نجم كبير وهي اللي هتندم عليك. ايوه يا استاذ رأفت. والله يا استاذ رأفت زي ما قلت لحضرتك، بنتك عمرها ما كانت تعرف شباب ولا كل الكلام اللي قالته شيرين ده. يعني كل ده كذب في كذب. دي انسانه مريضه حقيقي مش طبيعيه. طب اقول لحضرتك على حاجه، عارف سماح دي زميلتي معايا في كليه الطب، دي جالها مرض جلدي بسبب حقد وحسد شيرين عليها. انا مره فعلا سمعتها وهي بتتخانق مع سحر، بس الصراحة يعني سحر ما كانتش بتسكت لها خالص، ما كانتش بتفوت لها كلمة. أنا عارف يا بنتي، بنتي كان بتحكي لأمها على كل حاجة، لكن المشكلة إن الضابط مصدق كلام شيرين. فاكر إن بنتي هربت مع واحد بتحبه وبتدور عليه. لا 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 والله يا عمو، عمر ما الكلام ده ممكن يحصل. بنت حضرتك طيبة وجدعة وعمرها ما تعمل كده. وأنا برضو يا عمو معاك في أي حاجة، أنا تحت أمرك. بص يا نيلي يا بنتي، احنا مش هينفع نتكلم في التليفون، انا ممكن اجيلك الجامعة واقولك هتساعديني ازاي. خلاص ماشي. فظيع، عايزه فنجان قهوه دبل جيبهولي على المكتب ضروري. غريبه، انت دايما بتعملي قهوتك بنفسك، عاوزاني اعملها لك المره دي ليه؟ حبكت بقى، عايزه اشرب فنجان قهوه من ايدك جوه المكتب، في مشكله؟ حاضر حاضر يا مدام فريده. طالما عايزاني اعمل لك قهوتك بايديا يبقى دماغك شغاله في مصيبه وعايزاني فيها. ربنا يستر.
زود المايه من عندك يا عمرو شويه، المايه ضعيفه جدا. صباح الخير. صباح الخير يا هانا. اقفل يا عمرو المايه من عندك. صباح الفل يا هانا. انا حضرت كل حاجه قلت عليه. الصنبار حطيته في المكتب زي ما حضرتك امرتي بالظبط. تمام، بس انا عايزه ورقه من الصباره دي كمان. انا هجيبها لسعادتك. لا لا لا، هتتعوري. هي الضفدعة دي جت منين؟ تلاقيه جه من الشارع. شارع ازاي؟ عمر الضفدعة ما بتبقى في الشارع. الضفدعة يا اما بتبقى في الترعة يا اما بتبقى في الغطام. لكن هي جت منين؟ ايه ده؟ هي راحت فين؟ انت بتسأل اسئلة كتير. عم ريحان جاي امتى؟ أبويا من ساعة ما سافر وهو تعبان شوية. ألف سلامة عليه. يبقى خلي بالك من الزرع اللي هناك ده، محتاج يتسقي. ويدور على ايه؟ هو انت بتدور على ايه؟ ها؟ بدور على ضفدعة. ضفدعة هنا؟ ايوه، انا شفت بعينيا الاتنين دول ضفدعة هنا. معرفش راحت فين. نطت في وش شيرين وبعد كده اختفت. نطت في وش شيرين بعدين اختفت؟ ايوه، دي مسكتها بايديها وكانت هتبصها من خدها كمان. بتلاقيها طبعا خربت الدنيا. خربت الدنيا ايدي ولا كان حصل لها اي حاجه. بنات مصر يا عم مارو جامدين. لا شايفين بنت اللي اسمها شيرين دي فيها حاجه مش طبيعيه. فعلا فيها حاجه مش طبيعيه. حبيبتي يا توحشيني. انت كمان حبيبتي قلبي. بقول لك ايه يا حمد، خلي بالك منها، انا مطمنه عليها عشان انت معاها. ما تقلقيش، في عينيا يا ست الكل. الله يخليك ويسلم عليك يا حبيبتي. ما تخافيش، مش عايزاك تعيطي، انا اول ما اوصل هكلمك واطمنك عليا. دي ربي يخليك يا حبيبتي. ولو احتجت اي حاجه كلميني، المشوار ساعه ونص. ساعه ونص وهتلاقيني عندك على طول. ربنا ييسرها معاك ويكرمك، ربنا يخليك يا احمد. واعملي حسابك المره الجايه هتيجي عشان تشوفي الشقه بقى وتقولي لي رايك ايه. يا اخويا بلاميه عجباها خلاص. لا تعجبك انت قبل ما تعجبها. بصراحه يعني انا بفكر اخد شقه مفروشه كده تقعدوا فيها انتوا الاثنين لحد ما اظبط شويه حاجات في الشقه وبعدين ننقل على طول. يا سلام، ده ايه بقى القرارات المفاجاه دي؟ مش يمكن ما تعجبنيش ولا حاجه؟ لا ما عندناش بنات تقول رايها، واسالي ماما. يا سلام، شفتي شفتي. على اي الحالات يا حبيبي، هي طالما عجبتها يبقى خلاص. وبعدين ما تكلفش نفسك حاجه، انت لازم توفر كل قرش للشقه. انا عامل حسابي على كل حاجه، جهزي نفسك المره الجايه هتيجي معانا والكلام ما فيهوش كلام. انا بس عايز اسالك سؤال صغنطوط قد كده. اتفضلي. هو في حد في عيلتكم يعني عنده عرق صعيدي وانا ما اعرفش؟ انا. ازيك يا مروان؟ اهلا يا صباح الفل. ازيك يا استاذه نيلي؟ ايه استاذه دي بس، انا مش كبيره قوي كده. هو انت طالع تجيب حاجه من بره؟ انا كنت خارج السوبر ماركت اجيب شويه حاجات كده وراجع على طول. لو انت محتاجه اي حاجه قولي لي واجيبها لك.
انا كنت بس عايزاك ثواني. ماشي اتفضل. ايه انت فين؟ انت عند السوبر ماركت اللي قدام الدار؟ طيب خلاص ماشي انا جايه. اصل انا عندي امتحان مهم بكره وصاحبتي جايبه لي كتب مهمه يعني عشان الامتحان، وهي كمان عند السوبر ماركت، فانا ممكن اجي معاك. طبعا طبعا اتفضلي. انت بقى بتدرسي ايه؟ انا بدرس صيدله. والله طب احنا بعد كده بقى نقول لك يا دكتوره، نقول لك يا استاذه. ان شاء الله. وفي سنه كام بقى؟ انا في سنه رابعه. انا حاسه ان انا مبسوطه قوي، انا السعاده اللي انا حاسه بيها مش عارفه اوصفها لك ازاي، قلبي طاير من الفرحه. انت اكتر فرحه انا كنت مستنيها في حياتي، الحمد لله ربنا رزقني بيها. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبي. ما اقدرش اعمل كده يا مدام فريده. اسمعي كلام وما تخافيش من شيرين. الله، ده انا برضه فريده ممتاز ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش حاجه، وبعمل كل اللي تطلبوه مني، بس لحد شيرين ولا ايه ده؟ للدرجه دي انت خايفه منها؟ ايوه بخاف منها ومنك ومن كل حاجه في الدنيا دي، حتى خليتوني بدات اخاف من خيالي. خليكي في صفي، وانت عمرك ما هتخافي من حد لحد ما نلاقي اللي احنا عايزينه، ساعتها انا هقدر على شيرين. طالما تقدري عليها ما تدخلينيش وسطيكم، خليني اعرف اعيش اليومين اللي فاضليني بعيد عن اذى شيرين. ونصيحه ليكي، فكري الف مره قبل ما تدخلي في مشكله معاها، شيرين مش سهله وغضبها وحش. للدرجه دي نسيتي حق ابنك ومراته وعياله؟ بلاش تدخلي لي مسكه حق ابني ومراته وعياله. انا اسفه مش هقدر اكون في صف حد على حد. يا خساره، انا كنت عايزه احط ايدي في ايدك على الاقل عشان ناخد حق الميتين ونريحهم في قبورهم. لا الميت مرتاح ولا العايش مرتاح، كله محصل بعضه. عن اذنك يا مدام فريده. جبانه غبية. لا 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 لا، مش قادر اصدق اللي حصل ده. ولا انا والله. موتني ده. انا كمان. انت اتبسطتي؟ انا اتبسطت قوي. اهم حاجة ان انت تفضلي مبسوطة كده على طول. مساء الفل. مساء الخير. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. امال فين هناء؟ اصل انا بابا كان مسافر فرجعت معاه، هناء احمد هيوصلها، خلاص اتخطبوا. فعلا؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. لا 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 استني، تعالي هنا أنا لازم أعرف اللي حصل بالتفصيل. ماشي. طيب ادخلي أنت دلوقتي ولو احتجت أي حاجة بيكلميني. ماشي أوكي هبقى أكلمك. أوكي. باي باي. باي. الله، هو في ايه يا دكتوره؟ متفاهمين؟ هقولك، سحر اللي كانت ساكنه معانا في الاوضه اللي جنبنا باباها بيدور عليها، وانا بصراحه يعني قررت ان انا اساعده، فمروان هيجي بكره ونقابله. طب وانت مالك؟ بصي انا مش عايزه اكون سلبيه، يعني انا فعلا عايزه يكون ليا موقف، وبعدين يعني انا حكيت لمروان وهو اهتم جدا بالموضوع وقرر ان هو يساعدنا. الله 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 الله، هو ايه حكايه مروان معاكي بالظبط؟ يعني هو عسل كده، دمه خفيف، بحتم عارف الكلام. واضح كده يعني ان في حاجات كتير حصلت واحنا مش موجودين. ابدا يا ظريفه، هو بس كده يعني استلطاف مش اكتر. Thank you.
واضح انه استلطاف. طيب انا هقوم بقى دلوقتي وابقى ارجع اشوف موضوع الاستلطاف ده بعدين. سعيد يا حبيبي، انا عايزك في خدمه، بس اللي هقوله لك ده سر. انا عايزك تشوف لي واحده كده اهوت كويسه تشتغل معايا، تقدر؟ هو انت هتمشي ام شهاب ولا ايه؟ انا قلت همشي حد، انا عايزه واحده تشتغل معايا، انا تبقى عين ليا انا. امال انا رحت فين؟ ده انا عينك وايدك ورجلك وقلبك يا خالتي. يا قلبي يا روح خالتك، ما تنفعش يا حبيبي، انا عايزه واحده تبقى عينها على بنات الدار. ده انا كل يوم عيني على بنات الدار وانا بعمل حاجه غير كده. ما دي مصيبتك يا رب. الضغط الضغط ايه دي بس؟ واديني فرصتي، ده انا رئيس الامن ده هنا كده. طيب يا رئيس الامن، انا هطلب منك حاجه ثانيه، بس بقى لو جدع اعملها صح. انت طبعا عارف شيري، انا عايزك بقى ايه تراقب شيري، تمشي وراها تشوفها بتعمل ايه، بتكلم مين، بتنزل الجنينه تعمل فيها ايه، ولو تعرف تصورها صورها. اصورها؟ ده انا حلم عمري ان انا اصورها من زمان. مش فاهمه. ده انا هصورها لك شويه صور، هصورها لك بقى وهي في الحمام بقى بتاخد شاور بقى كده. يخرج بيت شيطانك، هي حصلت لي كده؟ بلاش كده، هصورها لك بقى في اوضه النوم وهي نايمه على السرير بقى. اوضه نوم ايه؟ امشي امشي امشي، غور من وشي. خلاص خلاص، اديني بس فرصتي ومش هتندمي. والله انا عارفه ان انا هندم. شيرين يا ليل. مارو يا مارو، يلا انا جبت الاكل اهو عشان ناكل لحسن، انا ميت من الجوع. لا عمر مش نفس كل انت. مالكش نفس؟ اوعى تكون بتكتب لورده. وردة مين يا ابني؟ ما بتكلم مين؟ لكش فيه. شفتي؟ طيب او ما ناكل جوه لوحدي. يا سيدي عبدلع. عرفت انت ليه شبعان؟ كمل يا مارو كمل. اخش يا عم اخلص، انت مش قلت داخل تاكل؟ يا عم داخل انام اهو. يلا خش تصبح على خير. وانت من اهله يا اخويا. يا نهار ابيض. ماشي يا عم مارو. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. تمري عليا البيت، داخله وخارجه عليا. يا رب يسعدك، يا رب يهنيكي، يا رب يسترها معاك يا روح قلبي، ويفرحك يا حبيبتي وينجحك يا رب. عارفه نيلي قررت تساعد راجل يلاقي بنته. تعرف انا فكرت في ايه؟ ايه؟ احمد ابن خالته ضابط في الامن الوطني. انا قررت احكي له على كل حاجه، وهخليه يدور ورا اللي اسمها شيرين دي، ويعرف صحه راحت فين وسماها حصل لها ايه. احنا مش اتفقنا مالناش دعوه بالكلام الفارغ ده، واننا نمشي من الدار دي اول ما نرجع من السفر؟ لما لقينا مكان الاول. وبعدين ترهنيني بقى ان شيرين دي وراها بلاوي متلتله؟ انا بقى مش هرتاح غير لما سحر اعرف ايه اللي حصل لها وراحت فين. نيلي شاكه ان شيرين ممكن تكون عملت فيها حاجه. هي بصراحه عقوده وغلاويه، بس يعني مش هتوصل للدرجه دي. وحتى لو عملت فيها حاجه، طب ودت الجثه فين؟ الموضوع فعلا غريب، وما راحت فين؟ تعرف انا شاكه في ايه؟ ايه؟ ممكن تكون لبستها تهمه وحبستها. لا كان ابوها عارف، ابوها محامي. ما صح، ما راحت فين؟ بت ايه؟ تفتكري هتطلعها في طاس وحرقتها زي سماح؟ بطلي هبل بقى والكلام الفارغ ده، بطاس ايه وزفت ايه؟ ويا خبر النهارده بفلوس. عموما بقى سيبك من الهبل ده كله، انت نزلتي صور فرحه على الفيس، كنت زي القمر. شفتيها؟ جميله. قولي لي بقى، هو احمد ناويين تتجوزوا بعد الترم على طول؟ بصي هو كان عايزه فعلا قبل الترم، بس انا قلت لا استنى بعديه، لان انا مش جاهزه. هو جاهز وعنده شقته ومامته، حتى مش عايزاني اجيب اي حاجه، بس انا مش حابه ادخل كده وانا مش جاهزه. يا ستي شوفي ايه اللي ناقصك وننزل نجيبه سوا. ماشي، عقبالك يا منى. حبيبتي انا فرحانه قوي.
يا مارو يا مارو يا عم مارو هايزي هايزي اللي مارو 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 يلا بينا يلا بينا على فين عندنا كاستنج يا ابني ولك يا عمرو ايه ايه يا مروان انت النهارده هتروح لوحدك اروح لوحدي ليه خليك جدع ايوه ايه السبب اصلا انا اصلا انا بص انا عندي ميعاد مع ميلي اسمع ما تفهمش غلط يا ابني بقى بطل بقى شرب سجاير دي ركز معايا هو الموضوع ايه قلبك ده لا مش حكايه قلب ده ولا حاجه اسمع بقى ما تبقاش غلس هي حاله انسانيه زي ما تقول كده يعني واقف جنبها كده في موضوع ان شاء الله ربنا يتمموا على خير ادعي لي انت بس ربنا يوفقك يا عم الشيخ ربنا يكرمك يا عم لك من كل قلبي بس خد بالك بقى عشان ست الشيخه في صيدله وبتدي حقن في العضل يعني ما اقصدش حاجه ما اقصدش خلاص بقى انا اخلص ماشي يا مارو قلبه دق ابن اللذين الو ايوه يا استاذ رأفت انا عارفاه طيب انا 10 دقايق وهبقى عندك اوكي باي باي معلش انا اتاخرت عليك لا ولا يهمك المهم احنا نقابله فين في كافيه قريب هو بعت لي اللوكيشن طيب ماشي حد شافك وانت جايه لا مفيش حد كويس تعالي